بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع المبارك، باختلاف من يحضره من الأسماء، هذا يوم له رمزيته وله دلالته، لأنه يستهدف شيئا ومقصدا كبيرا، هو لفت النظر إلى الخطبة وأهميتها. والذين يستهينون بالخطب ولا يمحضونها الجهد، والذين يتحدثون عنها في آخر ما يتحدثون، هم بالتأكيد لا يعرفون قيمة الخطبة، وقد يمارسونها وقد يعتلون المنابر، ولكنهم يفعلون ذلك في غفلة وذهول عن أهمية الخطبة. لذلك نحن نكرم هؤلاء الخطباء المتميزين، الذين ليسوا طبعا هم كل من الموجودين، إنما هي حضوة ونوبة كما كان يقال، ومن ورائهم خطباء آخرون، ولكننا أيضا نميز أن نكرم المنصب ونكرم الخطبة في حد ذاتها، ونريد أن يكون موضعها من أذهان الناس وموقعها كما أراد لها الشرع. فأنتم تعلمون أن الخطبة خطيرة وشأنها كبير، ولذلك اهتم بها الإسلام اهتماما بالغا. والقرآن الكريم استعرض الخطبة بشيء من تفصيل، خطب الأنبياء في قومهم، خصوصا خطاب شعيب إلى أهل مدين، ونبه الله إليه وإلى مدين أخاهم شعيبا. النبي العربي الذي واحد من أنبياء العرب الأربعة، شعيب وصالح وهود ومحمد، نبه القرآن إليه وأن له يجمل بالإنسان، يجب على الإنسان أن يقرأ، وفي كل كلمة منه عبرة وعظة ودرس. يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا. لا شك أن شعيبا ومدين كانوا على خلاف في الديانة، هو يدعوهم إلى الإيمان، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومع ذلك سمى القرآن هؤلاء القوم وسمى شعيبا أخا لهم، وإلى مدين أخاهم، رغم اختلاف الدين، إنما هذه أخوة عامة، هي أخوة المنشأ كما عبر عن ذلك علي بن أبي طالب. وهو حينما يخاطبهم يخاطبهم باسم القوم، وكل ذلك تمهيد وتيسير لأداء هذه الرسالة، وفتح لمجالات انصراف أو وصول القول إلى من يعنى به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أيضا معنيا بهذا، وكان له ونفسه خطيبه المشهور ثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعده إعدادا، وحينما تأتيه الوفود يأمره بأن يقوم فيتكلم. طبعا إذا تعلق الأمر بالفصاحة والبلاغة فلا أحد هو أفصح من محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطيب في ذلك المكان هو معبر عن لغة الجماعة وعن رأي الجماعة، فذلك كان يأمره. وكان في هؤلاء الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الزبرقان بن بدر، وفيه كثير من الفصحاء، ولكن الإسلام كان يستنهض ثابت بن قيس بن شماس ويدعوه إلى أن يخطب فيهم. وظل الأمر على هذا النحو، خطب كل الصحابة في إما حين توليتهم أو ما في حياتهم، وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابات متعددة بمناسبات متعددة. هذه الخطبة هي ليست كلاما مرسلا، ليست كلاما كما يتصور الناس هو يستطيعه كل إنسان، إلا إذا نحن أهملنا الأشياء. الخطبة تحتاج إلى اعتبارات، إلى ملاحظة اعتبارات. هي أولا فن وأدب، وأنتم تجدون في كتب الأدباء وفي مجامع الأدب دائما نصوصا لخطب قالها الأبيناء. الأبيناء والفصحاء من العرب،
ابتداء من قسم السائدة هي محفوظة لأنها نوع من الأدب الجميل، وهي الآن محفوظة يجب أن تكون كذلك محفوظة لأنها نماذج من القول الذي يجب أن يحتذى. ولهذا السبب كان الخطيب أديبا وكان بلغتنا فنانا. ولذلك أنتم حينما تقارنون هذا الذي نفعله الآن وربما نشعره، نحن نفعل ما تفعله الشعوب الأخرى كلها، هناك اهتمام بفن من فنون القول، هناك يوم عالمي لتكريم الشعر، وهناك يوم عالمي لتكريم المسرح، وعندنا نحن يوم لتكريم الخطبة، والخطبة من هذا القبيل من هذا الفن، فنعلم أننا نرفعها إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه في أذهان الناس، لأن الخطبة عند أناس هي ربما عند بعضهم مضيعة للوقت، وهي مكان ربما للاستنامة غير المعلنة، فهي من هذا الباب هي شيء من هذا القبيل. وهي من قبيل آخر هي أيضا علم، الخطبة دائما كانت علما، كانت فلسفة، وكتب أرسطو وغيره في الشعر والخطابة، والمسلمون اهتموا بها في أبواب من المنطق خاصة، وكانوا يتحدثون عنها ضمن الصناعات الخمس، وهم يتحدثون عن الإقناع العقلي، هناك الإقناع النقلي والإقناع العقلي، وهذا شيء يجب أن نعرفه لنقول بأننا يمكن أن نتحدث. الإقناع العقلي له بنود وأركان متفاوتة، منها البرهان والخطابة والجدل والشعر والسفسطة، خمسة معروفين، من قرأ شيئا من حضارتنا وثقافتنا يعرف هذا. إذن فليست الخطبة شيئا يستطيع كل إنسان ويتحدث به كل إنسان. وهناك أمر آخر يجب الانتباه إليه والتنبؤ إليه والمحافظة عليه. المغاربة حافظوا على رسوم الخطبة، وأنا أرى أن الآن يجب أن نعود إلى المحافظة على رسوم الخطبة، بما في ذلك خروج الإمام واستباقه بصاحب العصا، وذكر ذلك كثير من الذين تحدثوا في السيرة النبوية، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كان هناك من يسبقه بعصا، لماذا يشيرون إلى وجوب أن يأخذ العصا أو السيف في يده هذا الخطيب؟ هذه أشياء من مراسم الخطبة النبوية، ولكن لها هذه الخصوصية، يجب أن تحافظ كما تحافظ الشعوب الآن غير المسلمة على مثل هذه المراسيم في افتتاح مثل البرلمان عند البريطانيين، وهذه الخشبة التي يفتحون بها، هذا شيء ونحن نتخفف من الأشياء من اللباس، إلى درجة أن بعض الخطباء يذهبوا حاسر الرأس، يذهبوا عاري الجسد، يذهبوا كما عن له أن يذهب، لأنه لا يستبطن أنه يمثل مرحلة ولحظة من اللحظات الشريعة، هو عنده خطبته كما لو كان يتحدث حديثا عاما. إذن هذه الخطبة بهذه المثابة لها بعد كبير آخر. إذا أنتم تأملتم، ما أظن أن أحد تحدث في هذا، ما أظن أن حتى الذين يتحدثون عن الخطبة واللي لا يتحدثون، لماذا خطب أمير المؤمنين جلالة الملك في الدول التي زارها في أفريقيا وكان خاطب مغربيا؟ هذه رمزية كبيرة جدا، وأن يقبل الآخرون معنى أنهم أسلموا في جانب الإمامة وإمارة المؤمنين وأنهم لم ينازعوا في ذلك، وصلى رؤساء الدول خلف الخطيب المغربي. لمن وعى هذا ولمن فاته أقول هذا، معناه أن الخطبة حينما تلقى هي تعني شيء آخر من الانتماء السياسي، من الدخول في السلم الاجتماعي، من الولاء أيضا. لذلك كانت أهم شيء يحرص عليه الخطباء والمسلمون والعلماء أنهم يحرصون على الخطبة حينما تقوم أو تستتب الأمور للدول. وكان دائما الخطبة المنبرية تخطب باسم أمير المؤمنين لئلا تتشعب الأشياء، مهما يكون رأيك، مهما يكون اتجاهك السياسي، فهذه جامعة، والجامعة لا يعبث بها الأفراد. في تاريخنا القديم كان الناس يحتمون،
أنتم تعلمون أن هنالك حملة جردها بعض في مرحلة من المراحل بعض سلاطين الأتراك عهد محمد الشيخ على المغرب، وكانت الحملة ماضية، وكان من جملة شروط التوقيفها بالنسبة لهؤلاء أن يخطب لهم على المنبر في المغرب، فرفض المغرب، رفض محمد الشيخ، قرأوها في تاريخ، قرأوها في الاستقصاء، مذكورة في الاستقصاء، رفض أن يخطب له لغير، لأنه إذا خطب لغير السلطان المغربي يكون قد كأنه تنازل عن سيادة المغرب. هذا لم يقع في التاريخ، في التاريخ. ولذلك حينما يحافظ الناس على هذا ليس عملا يتكرر بلا وعي، يجب أن نكون دائما مستحضرين لكل هذه القيم العلمية والثقافية والفنية والسياسية والأمنية التي يجب أن نتنبه لها. لو لم يكن الأمر كذلك لكان في كل حومة خليفة وأمير وخاطب في كل ركن، ولكن حينما تنتظم الأمور يبقى الاتجاه متجها نحو هدف هي المرصود، وتبقى الخلافات فيما بعد ذلك خلافات بين الناس، إما أن تكون سياسية أو غير سياسية، هذه لا تضر، ولكن وحدة الأمة لا يمكن أن يجازف بها أحد، والذين يجازفون بوحدة الأمة كيفما كان فكرهم دينيا أو علمانيا هم لا يعرفون ما يفعلون. إن شر الرعاء الحطمة، كما قال صلى الله عليه وسلم، إن شر الرعاء الحطمة، والحطمة هو الذي يرعى بالإبل ويسلك بها مسالك الهلاك ويجرب مثل هذه التجارب التي الآن يشقى بها العالم الإسلامي. فلذلك أقول إن هذه الخطبة تحتاج منا إلى أن نقف عندها وقفة طويلة ومتأنية، وأن نمحضها الجهد ونخلص لها العمل، وأن نسعى إلى أن نرفع من مستويات الخطباء، نكرمهم ونرفع من مستوياته. آخر ما أختم به هذه الكلمة التي قرأتها كتب عنها، هي تروى لمحمد عبده، وذكر في 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 بعض الكتب أنه تحدث عن طريقة تعلمه وكذا، قال: ما تعلمت أو اقتضى مني الخطابة أو أن أتحدث أن أقرأ 15 سنة، ما قال ما تحدثت وما خطبت حتى قرأت 15 سنة، وما أظن أن خطيبا يستطيع أن يتمكن في زمن أقل من هذا. قرأوا هذا إذا بغيت تقرأوا في كتاب من آثار صاحب تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية. على كل حال هي تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى معاناة، خصوصا الآن المعارف توسعت، العلوم. لا يمكن أن يكون عندنا خطيب لا يقرأ، لا يتابع، لا يمكن أن يأخذ كتابا ويقرأه على ما هو عليه لا يعرف مصدره ولا غايته ولا ألفاظه ولا عبارة، لأنه يصبح هزيلا، لأن الناس من حوله يقرؤون. الذي يقرأ الخطيب قد يكون معه أناس يجيدون القراءة، بل منهم لامعون ودكاترة، فيجب أن يكون هو إمام، والإمام هو المقدم في كل شيء. إذا كان في الوراء لا يمكن أن يكون إماما، إذا كان في الوسط لا يكون إماما، فيجب أن يكون في الإمام لا في المكان فقط، بل في التكوين والثقافة والمعرفة والحضور. هذا التي يسمونها أنواع التقدم أو التقدم بالشرف التي تحدث عنها المناطق، 5 أنواع التقدم يا فتى، هذا منها النوع. إذن أشكر لهذه المجلس العلمي الأعلى وللإخوة فيه على أنهم تجشموا هذا العناء، ولا شك أنهم يريدون إرساله. أما هذه القضية التكريم العادي ليس لا تقتضي كل هذه الرحلة وهذه النقلة، انتقلوا عبر جهات في المغرب، لأن هنالك رسالة يجب أن يستوعبها الخطيب، وأن الأمر جد،
وأن الأمر يحتاج إلى أن يتشمر له الناس وأن يتهيأ للناس. إننا نعرف في تاريخنا في تاريخ الثقافة أن أي ثقافة ليس لها الخطيب المفوه هي فاشلة، ولذلك كان في التاريخ يسمون هذا يسمونه خطيب خطيب أهل السنة، ابن قتيبة كان يسمى خطيب أهل السنة. وكان في الثقافات الأخرى في الثورة الفرنسية لها خطيب، كانوا يتحدثون عن ميرابو خطيب الثورة لأنه لسانها الناطق. ونحن أيضا كذلك في حركات الاستقلال عندنا في العالم كان هناك خطباء كانوا يجمعون كانوا يحمسون وكانوا ينهضون الشعوب، لأنه هو شيء من الخطاب الخاص، الخطبة ليست درسا، خطب يواجه الناس يخاطب الوجدان يخاطب العقل يخاطب الضمائر يحرك الإرادات. ولذلك قبل كل الأشياء الكبيرة كانت الخطبة هي الأولى تسبق وتنشط. وكانت الخطبة أيضا كانت أيضا مشكلة سياسية، حينما جاء الاستعمار كانت مشكلته الكبرى هو من يخطب وبأي لسان يخطب. وكثير من العلماء تنازلوا عن الخطبة لأنهم لا يريدون لأن يدعوا لهذا الصنيعة، تعرفون هذا الأمر هذا، وكان الخطبة يحمل عليها الناس حمل، لأن الخطبة معناها دولة قائمة وأمن وسلم، وبعض الناس كان يفهم هذا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.